الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الاستخاره والمشاوره. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون فيما بينهم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وهذا الباب باب عظيم، وفيه مسائل. أولاً، في قوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. في الآية الأولى أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسد الناس رأياً، هو أصوبهم صواباً صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يأمره ربه سبحانه وتعالى بأن يشاور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي ذلك تشريع للأمة وتطيب لخاطر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمسلم بحاجة إلى المشاورة، وذلك لأن الإنسان طبعه التقصير، وطبعه أيضا وجوب على النقص، فلذلك لا بد أن يحتاج إلى من يشاور في أمره. والمشاورة لا بد أن تكون لذي صلاح وخبرة، فلا يصلح أن تكون المشاورة لأي أحد، بل تكون لمن كان له صلاح وله خبرة فيما يشاور فيه. وفي قوله سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، أيضا هذا فيه تشريع للشورى بين المسلمين. والشورى لا تكون لأي أحد، وإنما تكون لأهل الحل والعقد والفهم والرأي والسداد والصلاح، فلا يقال إن الشورى عامة لكل الناس، كما ينادى اليوم في يعني الدول التي تطالب بالديمقراطية ونحو ذلك، ويستدلون بآيات الشورى، وهذا لا شك أنه تحريف للكلم عن مواضعه ومحادة لله ولرسوله. فالشورى لا تكون لأي أحد، وإنما تكون لأهل الخبرة والصلاح والسداد. أما أن تكون هذه الشورى للناس كلهم، فإن هذه فوضى ووضع للأمر في غير موضعه، لأن الناس عامة فيهم الصالح والطالح، فيهم الصالح والفاسد، فيهم الخبير والمتعالم، فيهم الصاحي والمجنون، فكيف يستشار الناس أجمعون؟ وإنما يستشار من له صلاح ومن له خبرة. وعلى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الاستخارة والمشاورة. وهنا تأتينا المسألة: هل الإنسان يستخير أولا أو يستشير أولا؟ فكأن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن الاستخارة مقدمة على المشاورة، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول الاستخارة مقدمة، ومنهم من يقول المشاورة مقدمة. والأمر في هذا واسع،
ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المشاورة تقدم أولاً ثم بعد ذلك الاستخارة، لئلا يشاور بعد استخارته لربه أحدا. المسألة الثانية في المتعلقة بهذا الباب حكم الاستخارة. الاستخارة حكمها أنها سنة بإجماع أهل العلم، أنها سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكان يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن لأهمية هذا الدعاء. ودعاء الاستخارة دعاء عظيم، فيه بيان ضعف المرء وفيه ضعف الإنسان، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه سبحانه وتعالى. والمسلم إذا أظهر حاجته وفاقته وضعفه لربه سبحانه وتعالى فإنه حري أن يجاب وحري أن يعطى ما سأل. ودعاء الاستخارة فيه هذه الأمور كلها، فيه هذه الأمور كلها، بأن الإنسان يظهر ضعفه وفقره وحاجته ومسكنته، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بربه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الدعاء دعاء عظيم يستحق لوحده أن يشرح وأن يفرد، ولكن المقام لا يحتمل هذا. المسألة الثالثة متى تكون الاستخارة؟ متى تكون الاستخارة؟ تكون الاستخارة عند التردد، تكون عند التردد وعند الهم بين أمرين أيهما يفعل، ولا تكون عند الجزم. الجزم لا يكون فيه الاستخارة، لأن بعض الناس يقول استخير تبركا واستعانة بالله، نقول لا، هذا لم يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، فدل على أنه إذا لم يكن يعني هناك هم بالأمر وتردد فإنه لا يستخير، لأن الاستخارة لا تكون إلا عند التردد بين أمرين أو أكثر. المسألة الثالثة المتعلقة أو الرابعة المتعلقة بالاستخارة، هل تكون الاستخارة في غير الفريضة أو تكون في غير صلاة؟ نقول الاستخارة لا تكون مع الفريضة، يعني بعضهم قد يصلي صلاة الفريضة ثم يدعو دعاء الاستخارة ويحسب هذه استخارة، ولكن هذا لم يرد، بل إن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين خاصة من غير الفريضة. ولكن يجوز الإنسان أن يدعو في الفريضة بما شاء، ولكن أن يجعل دعاء الاستخارة أو أنها صلاة استخارة مع الفريضة ينويهما مع بعض، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الحديث نص صريح في أن الركعتين تكون في غير الفريضة. المسألة الرابعة أن صلاة الاستخارة لا تصلى في وقت النهي إلا عند ضيق الوقت. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو كان هناك أمر لا بد من اتخاذ القرار فيه عاجلا وفي الوقت حالا، وكان هذا الوقت وقت نهي، فإنه في مثل هذه الحال يجوز له أن يصلي صلاة الاستخارة، لأنها من ذوات الأسباب على قول عند أهل العلم. ولكن إذا كان الأمر موسعا بأن هذا الأمر ليس عاجلا في حينه، بل لو أخره إلى يوم إلى يومين إلى ساعات إلى أن يخرج وقت النهي، فإنه لا يجوز له والحالة هذه أن يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي. أيضا من المسائل المتعلقة بصلاة الاستخارة، متى يكون الدعاء؟ هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم أيضا، ولكن الأمر فيها واسع. إن دعا قبل السلام لا بأس، وإن دعا بعد السلام فلا بأس. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم الصحابة التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني قبل السلام. فصلاة الفريضة وصلاة النافلة إذا أراد أن يدعو المرء يدعو قبل السلام،
ولكن صلاة الاستخارة ظاهر هذا النص أنه يدعو بعد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليقل، فليكرع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فدل هذا الحديث، ظاهر الحديث، أنه إذا ركع الركعتين وانتهى منها يدعو بهذا الدعاء، ولكن لو دعا قبل السلام فإنه لا بأس. ومن المسائل، لو رفع يده بعد السلام ودعا، هل يعني يجوز له أن يرفع يده أو لا يجوز؟ نقول هذه من المواضع التي لم يأتي فيها نص صريح هل يرفع أو لا يرفع، والأصل في الدعاء أنه يرفع. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يرفع يده ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد صلاته للركعتين ويدعو دعاء الاستخارة رافعا يده. ومن المسائل المتعلقة بهذا، لو كان لا يحفظ هذا الدعاء، هل له أن يسجله في ورقة أو حليه مثلا من الجوال يقرأه؟ لا بأس بذلك، حتى وإن كان في الصلاة، لو كان يدعو قبل السلام، على القول بأن الدعاء قبل السلام، لا بأس أن يأخذ ورقة ويدعو بهذا الدعاء، أو كان بعد الصلاة فإنه لا بأس بذلك. ومن المسائل المتعلقة، ماذا يقرأ في صلاة الاستخارة؟ هل هناك سور معينة يقرأها بعد الفاتحة؟ لم يرد في هذا دليل فدل على أن الأمر واسع، فليدعو بما شاء، يدعو بما شاء، يقرأ بما شاء من الآيات. ومن المسائل المتعلقة بصلاة الاستخارة، هل تكرر أو لا تكرر؟ وهذا مبني على يعني اختيار الأمر بعد الاستخارة، هل يشترط فيه انشراح الصدر أو لا يشترط فيه انشراح الصدر؟ بعض أهل العلم يقول يعني إذا صلى الاستخارة فإنه ينظر ما يطمئن إليه قلبه وينشرح صدره ويختاره، وبعض أهل العلم يقول، وهو الصواب والله أعلم، أنه إذا صلى الاستخارة فإن ما يفعله بعد الاستخارة هو الخيرة، وذلك لأن مسألة طمأنينة القلب وانشراح الصدر هذه يعني أمور نفسية، وقد يدخل فيها هوى النفس، فلذلك الصواب والله أعلم في هذه المسألة أن الإنسان إذا صلى الاستخارة فإنما اختير له بعد ذلك هو الخيرة، ما يفعله بعد صلاته للاستخارة هو الخيرة. فهنا المسألة، هل تكرر صلاة الاستخارة أو لا تكرر؟ جمهور أهل العلم على أنه يجوز تكرارها، جمهور أهل العلم على أنه يجوز تكرارها إذا لم يتبين له شيء بعد صلاة الاستخارة، واستدلوا بأدلة، منها أن الاستخارة دعاء والدعاء يكرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، إذا دعا دعا ثلاثا. قالوا: وأيضا جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء نصا على عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والقصة في صحيح مسلم، وذلك عندما احترق المسجد، عندما غزا أهل الشام في زمن يزيد بن معاوية، عندما غزوا الكعبة لوجود عبد الله بن الزبير واحترق البيت، أراد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن يبني البيت، فاستشار الناس، استشار الناس ماذا يفعل، وهذا مما يقوي القول بأن الاستشارة مقدمة على الاستخارة. فعبد الله بن الزبير استشار الناس ماذا يفعل في البيت، هل يرمم ما يعني ما وهى منه أو يبنيه من جديد؟ فاختلف الناس، منهم من قال له كذا ومنهم من قال له كذا، ثم قال: إني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا، ثم إني عازم على أمري، ثم بعد ذلك نقضها وبناها من جديد رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا الأثر على جواز تكرارها، لأنه قال: إني مستخير ربي ثلاثا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ومن التابعين في وقته، فلم يعرف له مخالف، فدل على الجواز. وقد جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا، أنه قال لأنس رضي الله عنه وأرضاه: إذا هممت بالأمر فاستخر سبعا، إلى آخر الحديث، حديث رواه ابن السني في اليوم والليلة، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا، ولو صح لكان قاطعا في الأمر. فتبقى المسألة في خلاف أهل العلم، هل يكرر أو لا يكرر؟ فإن كرر فلا بأس، لفعل عبد الله بن الزبير مع عدم إنكار الصحابة عليه، ولعموم الأدلة في الدعاء أن النبي كان يكرر ثلاثا، وإن اكتفى بواحدة، بصلاة واحدة، ثم فعل بعد ذلك ما تردد فيه، فإن هذا لا بأس به أيضاً.
مما يتعلق ب يعني مسألة الاستخارة أيضا، أن الاستخارة هل تصح عن الغير ولا تصح عن الغير؟ يعني بعضهم يقول أنا استخير عن والدي، استخير عن أخي، استخير عن صديقي، هل يصح ولا يصح؟ الاستخارة لا تصح عن الغير، الاستخارة لا تصح عن الغير. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا، أنه لا يصح أن يستخير عن غيره، يجوز له أن يدعو له بالتوفيق، بالسداد، بالخيار الأحسن، ولكن أن يستخير عنه هذا لم يرد في السنة أبدا، فلذلك لا يصح للمرء أن يستخير عن غيره. ومن المسائل أيضا المتعلقة ونختم بها، ومسائل الاستخارة كثيرة، المرأة الحائض ماذا تفعل إذا همت بالأمر؟ نقول لها لا يجوز لك أن تصلي صلاة الاستخارة، لأن المرأة الحائض لا يصح، لا تصح منها الصلاة، ولكن يجوز لها أن تدعو بالدعاء العام، أو تدعو بهذا الدعاء الذي ورد في الحديث لا بأس به، لكن أن تصلي فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا تصح منها الصلاة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بصلاة الاستخارة، وهناك مسائل يعني قد لم ترد على البال في ذكرها، ولكن نكتفي بهذه المسائل، والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.